الأمومة ده شيء عظيم جدا جدا، الست الأم دي حاجة عظيمة جدا. طيب عايزين أقول لكم بس كام حاجة مهمين مهمين جدا في استخدامات الناس، والناس يعني زي ما بيقولوا إيه، الستات والرجالة بيتعاملوا مع هذه الأشياء بشكل من الاستهانة لكنها في منتهى الخطورة. المسكنات، المسكنات يا جماعة تؤثر على فرص الحمل. التحديث ده جاء في مجلة الخصوبة والعقم اللي هي الانفرتيلتي والستيريليتي، اتعملت على دراسات عملها روبرت نورمان وريويجن فو، ودول من جماعة أديلان في استراليا. أظهرت الدراسة أن مجموعة المضادات الخاصة بالالتهاب والمسكنات اللي هي المثبطات للألم قد تتدخل في مرحلة ما من مراحل حدوث الحمل بالنسبة للست. والدراسة دي قالت ان في دليل قوي ان الادوية دي تؤثر على الإباضة، على التبويض في حد ذاته، وبالتالي هيؤثر على انه الست يبقى عندها فرص انجاب اعلى. ناس كتير، ستات كتير، نورمان قال انه على النساء الراغبات في الحمل التوقف عن تناول مضادات الالتهاب والتوقف عن تناول المسكنات. في ناس بتاخد المسكنات دي كده بدون مبرر، بدون اشراف طبي، لمجرد ان في اي حاجه حصلت، شويه التهاب بصوت، شويه الم، شويه صداع، فبدون ان نعرف سبب الصداع ايه، ممكن يكون جيوب انفيه، ممكن يكون من المشاكل في الاذن، ممكن يكون ضغط عالي، وده يسيء طبعا للضغط بشكل كبير جدا. فدي دراسه محترمه الحقيقه. وفي مصر في بنات كتير صديقات للمسكنات، و أنا بحذرهم من هذه المسكنات. على الجانب الآخر بقى، في دراسة بتتكلم على أنه تكيس المبايض بيضر كثيرا جدا، مرضى تكيس المبايض اللي ما بيتعالجوش بيضر الحمل، بأنه الطفل اللي بتولد عنده مشاكل طبية عديدة. في دراسة في نشرت في الديلي ميل البريطانية ربطت بين تكيس المبايض وبين الأطفال المصابين بالتوحد ونقص الانتباه. نقص الانتباه الاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه ونقص الانتباه ومرض التوحد، لقوا ان هو نسبته اكبر عند الستات المصابين بتكيس المبايض. من هنا يبقى اذا احنا عندنا بقى نقول انه تكيس المبايض وتاخر الانجاب دي قضيه في منتهى الاهميه. احنا النهارده بنفتح ملف مهم. ليه ملف مهم؟ لان تكيس المبايض حاله مرضيه واسعه الانتشار في القطر المصري وفي العربي، وارتباطها بتكيس بتاخر الانجاب ارتباط وثيق جدا. طب هنشوف النهارده ازاي نتعامل مع حاله فيها الكورونيستي انها مزمنه، وفيها كمان مشاكل طبيه غير ان في تكيس في المبايض، السكر والسمنه وزياده الشعر المتلازمه المزعجه دي عند الست، بالاضافه الى انها كمان تعمل تاخر انجاب. ده احنا قدام ليله مهم جدا من الناحية العلمية. تعالوا نفهمها بالتفصيل مع ضيفتي العزيزة التي لها أسلوبها العلمي بغزارة معلومات، أسلوب هادئ جدا ومعلومات كتيرة جدا، اسمعوها في النص ساعة الجاية مع ضيفتي الأستاذ الدكتورة هبة نصف. احنا بنقول ان الزوج اللي عنده حيوان منوي واحد بس ده قادر على الإنجاب، والزوجة اللي عندها بويضة واحدة بس قادر على الإنجاب، بس بشروط بقى. انا عايزه منهم ثلاث حاجات بس علشان خاطر تنجح العمليه. عايزه حيوان منوي كويس، عايزه بويضه كويسه، عايزه رحم كويس. هو ده البيئه المناسبه ان الجنين يحصل منه حمل والحمل يستمر. ايه الحاجات اللي ممكن تكون في البيئه في التربه تعيق الحمل؟ وجود مثلا لحميه داخل تجويف الرحم، اللحميه دي طبعا هتعوق الحمل لما اجي ازرع الجنين. وجود حاجز رحمي طبعا ده بشخصه وبعالجه كمان اثناء الهيستريسكوب. الدكتورة هبة ناصف، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة. ضيفتي العزيزة الدكتورة هبة ناصف، منورة الدكتورة. منورك. هبدأ الأول بالقضية الكابلة اللي هي تأخر الإنجاب. إمتى أقول إن الناس دول عندهم تأخر الإنجاب؟ وخصوصا أعتقد إن أنت أكيد بتشوف الثقافة المصرية اللي بعد شهرين ثلاثة من الجواز يجيبوا لك الزوجين الأب والأم، يعني الحق ده البنت
لسه مش حامل. تمام. طيب احنا الاول ممكن نتكلم عن ايه هو معدل الحمل الطبيعي للزوجين الطبيعيين، عشان بس ايه الناس اللي بتستعجل او الناس اللي بتيجي بدري او كده. يعني مثلا لو احنا قلنا في السنه الاولانيه من الزواج زوجين طبيعيين او حتى لسه ما كشفناش عليهم ولا نعرف اي حاجه، اتجوز النهارده 100 يعني 100 زوجين راجل وست او 100 كابلز النهارده بيتفرح اتعمل تمام صح كده. في اول سنه من الجواز نسبه الحمل قد ايه؟ 80%. 80 يعني من دول هنخلي اشوف لهم عيال. تمام. 100 من ال 80 دول ممكن يحصل لهم حمل في اول سنه. بس طبعا بتبقى ايه بقى، يعني لو احنا قسمنا ال 80 دول على ال 12 شهر بتبقى نسبه الحمل في الشهر الواحد في السنه الاولانيه حوالي 7%. لو قسمنا 80 على ال 12، عشان كده انا بقول لهم ان فرصه الحمل في الشهر الواحد ما بتتعداش 7% لو انتوا كويسين. طبعا ال 7% دي كمان يعني بنقول ان هي بتبقى اكتر في اول 6 شهور، يعني مثلا التلتين يحملوا في اول 6 شهور والتلت يحمل في تاني 6 شهور. يعني لو قلنا 7% دي هيبقى 10 في اول 6 شهور ومثلا 4 في تاني 6 شهور، 4% و10%. طيب ال 20 بقى اللي اتبقوا من ال 100 دول لو انتظروا للسنه الثانيه نسبه الحمل قد ايه؟ دي حاجه بنسميها ناتشرال كونسبشن ريت اللي هو معدل الحمل الطبيعي. لو انتظروا للسنه الثانيه 10 منهم بس من ال 20، يعني نقول 50% هم دول اللي هيحملوا في السنه الثانيه. فمعنى كده ان 50% في ال 12 شهر التانيين بتبقى فرصه الحمل في السنه الثانيه 4% في الشهر الواحد. الناس متخيله ان هم اول ما هيتجوزوا هيحملوا على طول، لا، ده دول زوجين. احنا بنتكلم دي يعني مش كلام انا اللي بقوله، دي الاحصائيات العلم اللي بيقول كده. القشري وبالعلوم الانجاب بالظبط كده. الناس بقى اللي بينتظروا اللي ما بيحصلش حمل للسنه الرابعه، يعني عدى 4 سنين من الجواز وما حصلش حمل، بيمثل نسبه الحمل في السنه الرابعه دي ما بتتعداش ال 4% في السنه كلها. يعني بتبقى لو انا دلوقتي يعني عشان بس ما لخبطش الناس، لو انا قاعده في العياده دلوقتي وجاي لي زوجين بقالهم 3 سنين و9 شهور او 4 سنين متجوزين وما حصلش حمل، ما بقعدش ادور. يعني انا ببقى عارفه ان فرصه الحمل بالنسبه لهم في الشهر الواحد في السنه الرابعه بتبقى تلت، يعني تلت، يعني مش محصل 1%، تلت في الشهر. ففي الحاله دي على طول انا بتجه للحقن المجهري، مهما كان هم حالتهم ايه، مهما كان هم كويسين يقولوا لا احنا كويسين احنا عايزين نستنى حمل طبيعي. طب انا دلوقتي هقارن لهم نسبة حمل 3% ولا نسبة حمل 50% عن طريق الحقن المجهري، أنه أحسن؟ فطبعا على طول مختار لهم الحقن المجهري. هو ده الناتشرال كونسبشن ريت، أو دول إمتى الزوجين السليمين بلجأ لهم للحقن المجهري. طبعا في انديكيشنز تانية أو دواعي تانية، دواعي تانية لعملية الحقن المجهري طبعا غير يعني دول بنعتبرهم ان اكسبليند، مش عارفين ايه السبب. هم كويسين بعد طبعا ما استنفذنا كل وسائل الابحاث اللي عملوها، التحاليل اللي عملوها، الفحوصات اللي عملوها. بس اهم 3 حاجات بركز عليهم في اول 4 سنين من الجواز، يعني 3 حاجات كده، دول برضو اخر ابحاث قالت ان احنا لازم نطمن من 3 حاجات، 3 نقط. تحليل السائل المنوي، متابعه التبويض، او اني مثلا عن طريق بقى ان انا اعمل متابعه تبويض بالسونار، او عن طريق ان اقيس هرمون البروجسترون في اليوم ال 21 عشان اطمن ان بيحصل لها تبويض كويس من غير تنشيط. او ثالث نقطه اللي هي اشعه صبغه، يعني الانابيب كويسه، ايا كانت بقى. المهم ان انا اطمن على 3 نقط دول، تحليل السائل المنوي والتبويض عندها والانابيب انها كويسه، التيوبال باتنسي او ان الانابيب كويسه وبتقوم بوظيفتها كويسه. ده بقى اللي بنسميه تاخر انجاب غير معلوم السبب. دول ممكن في خلال 4 سنين ألجأ لحاجات تانية أعملها. ممكن في ناس تكون مثلا قبل ما تجيلي عملت منظار، في ناس ويطلع سليم، في ناس قبل ما تجيلي عملت غدة درقية، فحوصات بقى التحليل، الهرمون البرولاكتين، عملت تحليل اللي هو الكمبيوترايزد او تحليل كمبيوتر للسائل المنوي، في ناس بتعمل مثلا تحليل بقى دي ان ايه في الحيوانات المنوية. حاجات كتير ممكن تتعمل في خلال 4 سنين. المهم ان هم بعد ال 4 سنين بيبقى علاجهم الحقن المجهري.
طيب اللي مثلا اللي مين برضو الزوجين التانيين اللي انا اول لما اشوفهم انصحهم على طول بالحقن المجهري ده من غير بقى ما يعدي 4 سنين، جايين لي فعلا زي ما حضرتك بتقول شهرين ثلاثه وعملوا مثلا الزوج كان عامل تحليل سالمنه مثلا من قبل الجواز او بعد ما اتجوز، يعني في ازواج بتبقى مستعجله جدا يعني اول ما تتجوز تعمل على طول تحليل سالمنه عشان تطمن، ده الزوج اللي اقول له بقى لا ما فيش داعي بقى ان احنا نستنى ال4 سنين دول، ما لهمش اي داعي، سن الزوجه هيتقدم على الفاضي، هتصرفوا كتير، هتلفوا كتير، هتتعبوا، لا ابداوا على طول اتجهوا للحقن المجهري اللي هو بقى الحاجات اللي احنا بنقول عليها السوليد انديكيشن لعمليه الحقن المجهري، ما قدامهمش حمل غير عن طريق عمليه الحقن المجهري، اللي هو الزوج اللي هو الازوسبيرمي خالص ما عندوش حيوانات منويه خالص، الزوجة اللي عندها مشاكل في الأنابيب على الناحيتين دي ما ينفعلهاش حمل خالص غير بالحقن المجهري، عندها التصاقات داخلية تمنع الحمل، عندها التهابات في الأنابيب عاملة اتساع في الأنابيب، ده بيبان بسرعة قوي بأشعة الصبغة، يعني دي أول حاجة الزوجة بتعملها على طول إنها تعمل أشعة صبغة، فلو بان أي حاجة من الحاجات دي برضو على طول الحقن المجهري. او بقى مثلا حاله عندها زي ما هنتكلم عن مشكله تكيسات المبيضين، زوجه عندها تكيسات على المبيضين وخدت العلاج بتاعها، يعني برضو الكتب بتقول عدى 6 شهور من المنشطات اللي هي التابلت الاقراص يعني زائد 3 شهور حقن، يعني 6 شهور اقراص و3 شهور حقن متتاليين، يعني كده كام 9 شهور، 9 شهور من التنشيط ما حصلش حمل بلجأ على طول لو سنها صغير ممكن ألجأ معاها ل3 شهور تلقيح صناعي وبعدين ألجأ للحقن المجهري، لو سنها كبير على طول حقن مجهري، فوق 35 سنة يبقى ما عملش تلقيح صناعي أعمل على طول حقن مجهري. دي النقاط المهمة اللي لازم نضعها في الاعتبار. تمام. طب أنا عايزك تقول لنا ايه الاسباب اللي ممكن تكون مسؤوله عن تاخر انجاب؟ طبعا سؤال كبير واجابته تبقى كبيره قوي. قولي لنا الاسباب الاكثر شيوعا، ده رقم واحد، قولي لنا الاسباب اللي الناس مش واخده بالها منها. في اسباب كتير قوي لتاخر الانجاب، في لو احنا مثلا اتكلمنا عن الزوجه الموست كومن او الحاجات اللي شائعه قوي هو متلازمه تكيس المبيضين، بتبقى زوجه كويسه ما عندهاش اي مشاكل، بالعكس ده انا بقول اللي عندها تكيسات دي خصوبتها عاليه جدا ما بتعجزش، يعني بتفضل لحد ممكن 50 سنة بتجيلها البريود ومنتظمه وما فيش اي مشاكل وتقدر تنجب في سن متقدم كمان، يعني ممكن يبقى عندها 43 44 45 وتنجب، بس هي بس المشكله بتبقى في الحمل الاولاني، الحمل الاولاني بيكون عندها مشكله في التبويض، هو بس برضو عايزه اقول للناس برضو ايه معلومه عن موضوع المنشطات، احنا قلنا ان احنا في التكيسات مشكلتها كلها ان احنا عايزين يحصل تبويض بشكل طبيعي علشان التبويض ينتظم، فبالتالي الدوره انتظام الدوره او عدم انتظامها ده مش هيفرق معايا خالص، يعني في ست بتبقى مثلا جايه متخيله ان هي بتتعب ما بتقعد سنه او 6 شهور او كده ما بتنزلش الدوره بتتعب نفسيا، بطنها بتوجعها، بتحس بالام، بتتخن، لا الكلام ده مش ده، بتبقى كل ده عامل نفسي، لكن هو المشكله الاساسيه عندي غير عدم انتظام الدوره دي هو التبويض، لان طبعا الدوره مش منتظمه، لان التبويض مش منتظم، لان ما بيحصلهاش تبويض بشكل طبيعي، ده الست اللي عندها تكيسات، فانا بس بساعدها ان يحصل لها تبويض. طبعا اول خطوه قلنا زي ما قلت لحضرتك 6 سايكل من الكلوموفين ستريت او الادويه اللي هي التنشيط او كده، وبعدين 3 سايكل من الحقن او التنشيط، وغالبا الناس على طول بتبدا دلوقتي بالحقن. لو ما حصلش استجابة خلاص بلجأ للخطوة اللي بعدها. ليه بقى؟ في ناس برضو بتبقى متخيلة انها عشان كتر ما بتاخد منشطات ده هيخلص المخزون بتاعها بدري، لا، هو احنا بنقول ان الزوجة الطبيعية بتفقد كل شهر 1000 بويضة من المخزون بتاعها، يعني احنا لو حسبناها كده وقلنا ان عند مرحلة البلوغ او البنت يعني بتبقى مولودة بمثلا حوالي 2 مليون بويضة بيبدأوا يقلوا، يعني عملية الريكروتمنت او فقد البويضات دي مش من مرحلة البلوغ بس، مش من لما الدورة تنزل بس، منذ الولادة، ده من منذ الولادة، من الانترايوتراين كمان، مش من الولادة بس، ده وهي لسه داخل الرحم ممكن يوصل 4 مليون يعني بالظبط، بتتولد مليون. تقريبا 2 مليون بتوصل عند مرحله البلوغ 500 مليون هم دول بقى اللي هيشتغلوا على مدار ال 40 سنه، يعني لو هي جت لها مرحله البلوغ عند 13 سنه الدوره بتقطعها مثلا الافريج سن او السن مثلا متوسط السن بتاع انقطاع الطمس مثلا لو قلنا 53 سنه، يعني معنى كده من 13 ل 53 يعني 40 سنه بيجي لها بريود. ال 40 سنه دول
لو قسمنا عليهم ال 500 او نص مليون بويضه اللي هو 500 الف بويضه، هنقول ال 40 سنه دول بيجي فيهم 500 دوره بالظبط. يعني ال 40 سنه لو ضربنا في 12 شهر الدوره بتيجي كل شهر، يبقى معنى كده في ال 40 سنه دول كام شهر؟ 500 شهر. يعني معنى كده ان هيجي لها 500 دوره في ال 40 سنه. لو قسمنا ال 500 الف بويضه اللي هي من اول مرحله البلوغه على ال 500 شهر، يبقى معنى كده ان 1000 بويضه بتفقد كل شهر. خدت تنشيط 1000 بويضه وجابت لي مثلا 10 بويضات، 1000 بويضه بيفقدوا. خدت حامل طول 9 شهور وما فيش تبويض عندها، طبعا الحمل ما فيش تبويض، التبويض واقف بقاله 9 شهور، 9000 بويضه هيفقدوا في 9 شهور دول. بتاخد يحصل فقد حتى في وقت طبعا الحمل. طبعا بتاخد كونتراسبشن، ما طبعا منع الحمل، راس منع الحمل بتوقف التبويض. قعدت 10 سنين بتاخد راس منع الحمل، يعني انجبت وعماله بقالها 10 سنين برضو بتاخد برضه في ال 10 سنين هتفقد ال 1000 بويضه كل شهر. فبس عايزه انبه السيدات ان ما تخافيش، ما مش ده اللي بتيجي تعمل حقن مجهري تقول لي انا خايفه ال 15 بويضه دول هيقلوا من المخزون بتاعي، طب المنشطه دي انا خايفه تبوظ المخزون، لا كده كده كل شهر في 1000 هيفقد. دور المنشط ما هو الا اني بوصل اكبر عدد ممكن من ال 1000 ده للماتيور جرافين فوليكل او للبويضه الناضجه اللي هي بيتم هستفيد منها بالظبط. احنا عارفين طبعا ان الاف سي اتش او المنشط اللي انا بديه بيعمل عمليه اسمها ريسكيو، او بياخد عدد كبير من اللي هم اساسا كانوا هيفقدوا. الاف سي اتش هو هرمون يخرج من الغده النخاميه يعمل على ان انا هوصل عدد من البويضات اللي هتفقد الى مرحله النمو او النضج اللي هتنفعني تبقى بويضه ناضجه صالحه للاخصاب. تمام. بس الطبيعي اللي ربنا خلقه ان هو بيوصل عند مرحله معينه، الاف سي اتش ده بيوصل عند مرحله معينه يكبر لي بويضه واحده او بويضتين بكتير قوي، ولما يوصلوا ل 14 ملي، حجمهم 14 ملي، يبداوا يطلعوا استروجين كتير كتير، فيقوم ايه الاف سي اتش من نفسه يوطى. لكن انا اللي بعمله في فيمنع بقى بويضات تانية انها تكبر. لكن انا اللي بعمله في التنشيط سواء تنشيط طبيعي او حقن مجهري او حاله تكيسات او كده، ان انا عماله شغاله معاها حوالي 10 ايام بالاف اس اتش بجرعات عاليه. فده اللي بيخلي عدد كبير بيوصل للحجم اللي انا عاوزاه. هو ان انا بكبر الحاله الطبيعيه اللي بتحصل عندها. تمام. بطلع يعني عدد كبير عشان اخد عدد كبير. تمام بالظبط. زائد ان بيكبرهم برضو بيحسن الجوده وكل ده. يعني هو الاف سي اتش ده مهم جدا. مش انه يطلع لي البويضه بس، لا، يعني انا لما بديه من بره كمان انا بديه علشان يحسن الجوده بتاعه البويضه، غير انه يطلع لي عدد كبير او يكبرها. ما هي مثلا حاله التكيسات دي بتبقى البويضه بتوصل لتسعة بكتير او 9 ملي، مش قادره تكبر عن كده. فانا بديه علشان يكبرها وعلشان يطلع استروجين وعلشان يكون الجرانيولوزا بتاعتها وعلشان يحصل لها تبويض. هو ده دور المنشط في علاج التكيسات. لكن هو بس انا بقول ان احنا ما بنزودش عن 9 شهور. ليه؟ لان لو ما استجابش بعد 9 شهور، برضو مش انا اللي بقول، هي الكتب اللي بتقول والاحصائيات اللي بتقول انه لو ما استجابش بعد 9 شهور خلاص، يبقى معنى كده ان ممكن، مش بقول ان مش هيحصل لها حمل طبيعي، طبعا ممكن يحصل طبعا، لكن لازم اتجه للخطوه اللي بعدها. ممكن المبيض بعد كده ما يستجبش، اتجه للخطوه اللي بعدها بقى ايه، ان انا يا اما اعملها تلقيح صناعي يا اما اعمل حقن مجهري. في حاله زي حالات تكيسات المبيضين ممكن نلجا ان احنا نعمل تثقيب للمبيض لو هو ما بيستجيبش او بيستجيب بس ممكن شروط التثقيب طبعا. بس وفي دلوقتي برضو بعض يعني في ديبيت على التثقيب، الان في حوار طويل على التثقيب وقيمته. يعني طبعا هو لازم يتعمل بحذر شديد جدا. مكان الكي نفسه، الفولتج نفسه اللي بستخدمه في الكي قد ايه، عدد الكيات اللي بستخدمها قد ايه. ده في دلوقتي كمان بيقول ان احنا ممكن نحسب الفولتج اللي هدخله على الاوفري ده او على المبيض ده على حسب حجم المبيض. مش هبهزر كده، على حسب حجم المبيض اللي انا شايفاه قدامي في السونار، حسبت حجم المبيض قد ايه، فادخل بالمنظار واشوف هو محتاج قد ايه، لا يزيد ولا يقل، بحيث انها تستفيد استفاده يعني كويسه من عمليه الكي. طبعا في كان زمان ممكن الكي ده ممكن يدمر المبيض خالص. تمام. فعشان كده لازم يتعمل بحذر شديد جدا موضوع كي تثقيب المبيض عن طريق المنظار. هكمل بقى. دلوقتي عندك حاله جايه بتعمل حقن مجهري، لجأت للحقن المجهري وعندها تكيس مبيض، هل تختلف
في بروتوكولات التنشيط، هل طبعا تختلف في التعامل مع حالة أساسا اوريدي هي في حالة نشاط؟ طبعا هو المشكلة الوحيدة اللي بتقابلني في موضوع تكيسات المبيضين ان العيانة دي عرضة قوي ان يحصل لها تهيج في المبيض. طبعا الانتي مولاريان هرمون او الاي ام اتش اللي هو احنا بنقيسه كل العيانة، اي عيانة ان شاء الله حتى لو مش متعلمة خالص عارفة دلوقتي الاي ام اتش ده المخزون بتاع المبيض بتاعها، هو بيحدد مخزون المبيض، مخزون المبيض. طبعا انا عندي بيحدد المبيض عنده مخزون جيد ولا لا. تمام، انا عندي حاجات كتير قوي، مقاييس كتير قوي اقدر احدد منها المبيض ده اخباره ايه في الفتره الجايه. في تحاليل بتبين لي المبيض ده اخباره ايه الشهر ده، يعني الشهر ده انا متوقعه هيجيب لي كام بويضه قبل ما اعمل حقن مجهري، او قبل لو هي جايه لي اول الدوره لسه اول يوم او ثاني يوم، بتوقع الشهر ده ممكن تجيب لي كام بويضه. وفي تحاليل زي الاي ام اتش ده بتوقع في السنه الجايه اخبار الخصوبه بتاعه العينه دي ايه، يعني في فتره اطول مش مجرد شهر او شهرين. فطبعا الاي ام اتش ده اللي بعتمد عليه اكتر، وخصوصا في السن المتقدم. في حاله التكيسات بقى طبعا احنا عارفين ان الفسيولوجي بتاع الاي ام اتش ده ان هو بيعمل بيقلل ان البويضات يحصل لها كلها انها تطلع، يعني الاي ام اتش ده لو مش موجود او المخزون ده اللي هو الانتي مولاريان هرمون ده لو مش موجود، كل كانت من اول دوره الست دي جت لها كانت كل نص مليون طلعوا مره واحده. فهو اساسا اول ما اكتشفوه في الميل في الرجال ان هو بيمنع تكوين المولاريان داكت اللي هو الرحم والانابيب وعنق الرحم وكده. فهو ايه وظيفته في الست بقى؟ وظيفته في الست ان هو يمنع ان كل البويضات تكبر مره واحده وقت في اول دوره تجي لها بعد البلوغ. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كل ما بيكون العدد من تحت هو عمال يضغط من فوق، يعمل سبريشن من فوق، فمعنى كده ان كل ما تكون البويضات عندها كتير كل ما السبريشن ده انا عايزاه يزيد اكتر. بالضبط. ده اللي بيفسر ان العينه بتاعت البي سي او او عينه التكيسات دي بيكون الاي ام اتش عالي جدا. يعني في عيانين الاي ام اتش عندهم بيبقى 12، في عيانين الاي ام اتش عندهم بيبقى 10 8 غير الطبيعيه اللي عندها عندها 30 سنه او 32 سنه الاي ام اتش بيبقى 1 او 2 او 3 بالكتير. وده في ده معناها انه البويضات في حاله ثوره، في عندها حاله كتير. كتير وكلهم عايزين يخرجوا بره المبيض، والاي ام اتش بيحاول يعمل لهم احباط او اسباط عشان ما يوصلش الفاقد من البويضات الى رقم كبير. تمام. فبطم منها ان الخصوبه بتاعتها كويسه، لكن هي كل المشكله في عدم انتظام التبويض. فزي ما قلنا اول مرحله اللي هي التنشيط ما استجابش، يبقى تاني مرحله اللي هي التثقيب عن طريق المنظار، وممكن بعد كده السؤال اللي كنا بنتكلم فيه بقى اللي هو الحقن المجهري اللي هي اخر خطوه خالص او اخر خطوه في اخر المطاف. الست عملت كل حاجه وما فيش حامل عايزه تنجب. تمام، ممكن بقى في الاخر الجا لعمليه الحقن المجهري. الاختلاف ما بينها وبين الست الطبيعيه اللي في سنها ان انا ببقى خايفه من ان يحصل لها تهيج في المبيضين. هي محطه تنشيط بالظبط في اثناء عمليه الحقن المجهري، فطبعا لازم اختار لها بروتوكول خاص بيها هي لوحدها غير اللي في سنها، بحيث ان انا خايفه قوي من موضوع تهيج المبيضين ده طبعا، لان ده موضوع يعني لو حصل لها تهيج ووصلت لمرحله متقدمه او مرحله خطيره او كده ده ممكن يؤدي لمشاكل كبيره قوي في الكلى وفي الكبد وكده. فهي يعني في حالات ممكن تدخل عنايه المركزه لو خدت اي، عشان كده عينه التكيسات دي ما تاخدش منشطات من دماغها. يعني عينه التكيسات ما تاخدش ابدا، مثلا ما تكونش واحده جارتها خدت الروشته بتاعتها وقالت اما اخد الحقن اللي جارتي خدتها هي حامله عليها، ما ينفعش طبعا. لان ده ممكن قبعه دي ده ممكن طبعا تدخل مشكله جامده. ما فيهاش دي مش هي مش طشه ملوخيه بتعملها صاحبتك بطريقه فانا هقلدها. مش نفس الشال اخده منها ستلف واخرج بيه. تمام، ده دي ادويه خطيره جدا ولها اثار جانبيه خطيره جدا. تعالي نسمع سؤال من هاني عن برضه سن، يعني هنسمع سؤال في كلمة سن. السن بالنسبة للست شيء مخيف طبعا جدا. تعالوا نشوف مع بعض. العيب من مين؟ سؤال شهير طالما تردد في الدراما العربية زمان مع كل تناول لمسألة تأخر الإنجاب، وده بعد الزيادة في الوعي اللي خلت اللوم ما يقعش بس على السيدة، وأنهى اعتقاد إن الحمل مسؤولية السيدة فقط. حالياً مع زيادة الوعي أكتر أدرك الناس إن أسباب تأخر الحمل بعضها يعود للزوج وبعضها يعود للزوجة وبعضها يعود للاتنين مجتمعين، وأحياناً بتكون كل الفحوصات سليمة وسبب تأخر الإنجاب بيكون مجهول.
فبعد قد ايه من الانتظار وتأخر الانجاب بشكل طبيعي مع عدم وضوح السبب، بينصح الطبيب بتدخل طبي زي الحقن المجهري، خصوصا مع شيوع تأخر سن الزواج وتخطي الزوجة في الغالب سن 30. هو دايما السؤال، يعني الحقن المجهري في اوقات معينة بيكون في رويه في اتخاذ القرار، في هدوء، في سن معين، مش بس ال 30، انا ما بتكلمش على ال 30، ده 30 ده بنت صغيره لسه. تمام. بيكون القرار بقى هنا الوقت عامل زي ما انت قلتي مهم جدا. فخليني اسالك سؤال واضح، السن لوحده بيلعب دور ولا الحاله مع السن والمعادله والصوره الكامله بترسميها ازاي؟ تمام. هو طبعا الحقن المجهري على مستوى العالم كله بيتوقف على سن الزوجه، رقم واحد هو سن الزوجه، وفي ارقام ثابته، ارقام ثابته في السن اللي هو 30 سنه نسبه نجاح كذا، سن 35 نسبه نجاح كذا، عند 40 كذا. فدي برضو مش احنا اللي بنحطها، ده حاجات ثوابت ان الحقن المجهري بيتوقف على سن الزوجه. بس طبعا ايه اللي بيفرق بقى، مثلا ايه ان واحده عندها 42 ونجح معاها، هو نسبة النجاح كده، نسبة نجاح في ال 42 سنة مثلا 20% أو 10%، بس في مثلا واحدة تعمله 5 مرات لحد ما سنها يوصل 42 سنة وما بينجحش، وفي واحدة من أول مرة هي متجوزة مثلا عندها 41 ومن أول مرة نجح معاها وهي 41 أو 42 سنة. فطبعا دي اللي بتفرق بقى ما بين عوامل كتيرة بقى، زي ما قلنا في زوجة بتتبع التعليمات اللي احنا بنقولها، في معمل كويس، في دكتور كويس بيتابع الحالة، في يعني عوامل كتير بتخلي العملية انها تنجح من اول مرة، وفي تكرار للفشل بتاع عملية الحقن المجهري. يعني مثلا زي ما اتكلمنا برضو على البويضات المجمدة، برضو في نقطة مهمة جدا في موضوع التكيسات دي، وانا بعمل لها الحقن المجهري فيه، لازم نقلل الوزن. يعني احنا عارفين ان 50% من السيدات اللي عندها تأخر في عندها تكيسات على المبيض بيبقى معاها سمنة، وخصوصا في منطقة البطن والحوض اللي احنا بنسميها الاندرويد اوبيزيتي، في المكان دوت بتكون في سمنه ذكوريه. تمام. حتى الرجاله بيميلوا في السمنه بتاعتهم الى منطقه الحوض اللي هي الكرش والبطن، يعني منطقه البطن، ولكن الست بتميل لحاجه اسمها جاينكويت اوبيستي اللي بتبقى شبه الكمتريه، بتبقى السمنه بتاعتها في اللور بارت، ودي اقل خطوره من سمنه بالزبط. الرجل. تمام. سمنة الرجل خطرة جدا. تمام. حتى في مقولة شائعة كده من زمان على مرض تكيس المبيضين ده، دهون المبايض. والعيانة بتبقى جاية تقول لي اصلا عندي دهون كتير في دهون على المبيض، متخيلة ان الدهون اللي على بطنها دي هي دي اللي مخليه المبيض البيضة ما بتطلعش. بس هي فعلا هي الكلمة دي ما جاتش يعني من فراغ، هي فعلا هي ما اسمهاش اساسا دهون على المبيض، مفيش حاجه خالص في الطب اسمها دهون على المبيض، هي الناس ربطوها بين الدهون اللي موجوده في منطقه البطن والحوض اللي احنا بنقول عليها الاندرويد اوبيزيتي دي بتكيسات المبيض. هو المبيض ما لهوش دهون، لكن الدهون الموجوده في جدار المبيض دي 50% من العيانين اللي عندهم تكيسات بيكون عندهم اندرويد اوبيزيتي. فرقم واحد العيانة دي، يعني بصراحة أنا لما بيجي لي حالة تكيسات مبيض عندها المشكلة دي بتبقى يعني برتاح شوية من الرفيعة. الرفيعة دي طب أنا يعني هبدأ معاها إزاي؟ لكن التخينة أنا ليها مدخل، يعني أول حاجة تفخسي، يعني ممكن لو خست بنسبة 80% ممكن يحصل لها انتظام في الدوره وتبويض طبيعي لو خست. فعشان كده بقول لها حاولي ان انت تخسي، نزلي وزنك الاول وبعد كده نبدا العلاج، وخصوصا لو سنها صغير. لكن لو سنها كبير خلاص انا مضطره ان انا ابدا على طول. ده بعكس العيانه اللي هي بتجيلي اساسا سن رفيعه. العيانه الرفيعه بلجا على طول للمنظار. ليه بقى؟ لان العيانه الرفيعه بيكون عندها نسبه الاندروجين عاليه. فانا دلوقتي لما بلجا لخطوه التثقيب، انا بعمل التثقيب او الكي ده ازاي؟ بعمله بعد ما بعدي الكورتكس بتاع، بعدي القشره بتاعه المبيض، بعمله من الداخل، ما بعملوش من الكورتكس ابدا. يعني يقول لك اللي يحط البروب على او النيدل على المبيض من بره ويبدا على طول الكي، ده غلط. انا كده ما بعملش حاجه، انا كده بدمر الكورتكس، وانا مش عايزه كده، ده انا كده بدمر الفوليكلز. لا، انا لازم ادخل الاول
تحت الكورتكس في المظله يعني، وبعدين اعمل عمليه الكي في عمق المبيض اللي هي المنطقه اللي انت اللي تحت الكورتكس بالظبط. اللي انت عايزه تتاثري على هرمون الذكوره. ايوه بالظبط. دي لما دي بتبقى فيها سيكا سيلز كتير بتقلل. طبعا دي تفاصيل طبيه دقيقه شويه، دي بتقلل هرمون الاندروجين، مش عايزين نتعبكم. لكن انا لما بدخل اللي انا فاهمه من كلامك، عشان اعمل تثقيب لازم اركز على المنطقه اللي فيها المشكله اللي بتفرز هرمون الذكوره، لان المنطقه العميقه في المبيض وليس سطح المبيض، لان سطح المبيض ده مهم جدا ان هو ده اللي فيه البويضات. تمام. عشان كده لما بتجيلي العينه رفيعه انا ما بحبش اديها تنشيط، بحب على طول ان انا المنظار بيجيب معاها او الكي بالطريقه اللي بقول لحضرتك عليها دي بيجيب معاها نتيجه هايله. لكن العينه التخينه بقول لها خسي الاول، يعني تروح تخسي الاول بعدين تيجي. خسي الاول دي مش كلمه سهله، مش كلمه بسيطه، وقيمتها العلميه في هذه الحاله كبيره للغايه. ولازم نتنبه لاطفالنا الشباب المراهقين اللي عندهم فرص تكيس وبيض. خلي بالك من بنتك ان لما تكون عندها سمنه انت لازم تتنبه جدا ليها، لانه انت مش بس بتعالج الشكل وبتعالج الصحه العامه بس، لا انت بتعالج الصحه الانجابيه. ف 16 سنه 17 سنه اللي عندهم تكيس مبيض عندهم سمنه، وبشوفهم وبلاقيهم بشوفهم فين؟ في اماكن الفود كورت، في اماكن الاكل، هم بيروحوا لاماكن الاكل، بيبقوا بنات ذكيات وشويه فيهم درجه عصبيه بسبب الاندروجين العالي، بيبقوا مميزات جدا على المستوى الدراسي، لكن على مستوى الثقه في النفس بيبقى في مشاكل نفسيه. هم بيبقوا عارفين كمان مع تقدم التكنولوجيا انه في اضطراب في الدوره الشهريه، البنت عندها تكيس مبيض، هل البنت عندها قدره انجاب؟ تبدا الاسره كلها تتوتر. كل ده لازم ناخد بالنا منه ونعالجه كويس جدا، بس نبدا بكلمه خسي، ولازم ناخد بالنا من وزنها. ضيفتي العزيزه نورتيني كالعاده، يعني كميه معلومات ما شاء الله كبيره جدا، هرمونات كتيره بتتقال دايما، انت واضح ان الهرمونات عندك انت يعني بتسرديها بطريقه علميه دقيقه للغايه، واضح انه الستات من خلال التحليل اللي العينه بتجيبه، يعني هي اول حاجه بتجيبها لي بتجيب لي التحليل بتاعها بالظبط كده. واضح ان الستات كمان انت من خلال كلامك انهم بقى عندهم ثقافه ان هم مذاكرين، انت قلت لي كلهم مذاكرين الاي ام اتش والاف اس اتش ما شاء الله. فين زمان ايام ما كان الكلام ده نقول ادعوا للدكتور بقى. نورتيني وشرفتيني. ضيفتي العزيزه دكتوره هبه نصف، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقل المجري، عضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، كانت في الدكتور. وخلي بالكم من بناتكم، ارجوكم اللي عندهم سمنه، وخلي بالكم حكايه تكاثر المبيض، عشان الموضوع ده منتشر قوي، وفي الناس اللي معاها قرش كويس معاها فلوس يعني الحكايه دي. هل في رابط بين تكيس المبايض وبين المستوى المالي المادي؟ بتهيألي معرفش، تكيس المبايض اكتر في الناس الاغنياء. خليكم مع الدكتور.